بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي الكرام في طريقة تعديل المكعب الخماسي. هذا الوجه أبيض، لازم يكون القلب هنا أبيض. هذا الوجه أحمر، لازم يكون القلب هذا أحمر. يعني الكل يمكن أن يتحرك إلا اللون الأحمر هنا، هذا لا يمكن تحريكه. إذن هذا الوجه يكون لون أحمر، وهكذا. نأتي الآن لخلط هذا المكعب. لتعديل المكعب الخماسي هذا نبدأ بأحد الأوجه. هذا وجه أزرق، المفترض يكون بالكامل أزرق لأن المركز أزرق. لنبدأ مثلا بهذا الوجه الأبيض. الخطوة الأولى أعزائي، نأتي هنا بلون أبيض وهنا بلون أبيض. انظر، هذا لون أبيض، أجيبه عند هذا بالشكل هذا. الآن هذا أستطيع أن أرفعه هنا. يا سلام، جبت أول ثلاث، باقي ثلاث في الأطراف على اليمين وثلاث على الشمال. هذه واحدة من اللون أبيض، هذه أخرى أقربها صارت ثنتين، هذه في المنتصف أفرها، هذه أجيبها هنا. يا سلام، جبت ثلاث. الآن أبقى هذا الأبيض أرفعه فوق، أفر هذه، هذا هكذا وهذا هكذا، أفره، جبت أبيض اثنين، باقي الأخير أبحث عنه. لا يوجد في الأطراف هنا أبيض، إذن هو تحت، لاحظ تحت. هذا أبقى صعد فوق، لازم اللي هنا فاضي، هذا مو أبيض، علشان أبقى صاعد الأبيض اللي تحت، أصعده هنا. يا سلام، الأبيض فوق صار أمام، باقي حبة أيضا أجيبها هنا أصعدها في الأمام، لازم اللي فوق فاضي، أصعد الأبيض هذه هنا. حلو، الآن عندي هذه القطعة أبغى أجيبها هنا، كيف؟ أباعد القطعتين في الوجه الآخر ثم أفر هذه هنا. الآن هذه أجيبها عند القطعتين. يا سلام، الآن أفر الوجه الأعلى وأصعد الأبيض بالشكل هذا، جبنا اللون الأبيض بالكامل. أقلب. الآن نبدأ بالأصفر، هنا واحدة بقيت واحدة موجودة هنا، ما ينفع أجيب هذه كذا، أجيبها هذه هنا، يخترب الأبيض، أرجع هذه. الآن أبغى أرجع الأبيض يرجع الأصفر. يا سلام، واضحة العملية؟ راح نستخدمها في حال المتطرف على اليمين باللون الأصفر واللي على الشمال. عندي هنا أصفر أصفر، باقي واحدة أصفر في الأعلى، هذه موجودة هنا، أدفعها كذا صار ثلاث. الآن أرتب هذه، الأصفر أدفعه يخترب الأبيض، لذلك أأمن عليه في الجهة اللي على الشمال وأرجع هذا كي يرجع الأبيض. العمل اللي سويناه ما نخسره. الآن باقي هنا لون أصفر، هذه حبة وهذه الأخرى، أجيب اللي هنا مع اللي هنا. يا سلام، باقي اللي فوق موجودة هنا، أضعها في هذا المكان،
الأصفر عند الأصفر، ثم ما ينفع أجيب الأصفر هكذا، لا، إيش أسوي؟ أجيب الأصفر هنا، أدفع الأصفر مع الأصفر. الأبيض اخترب، أفر اللي فوق، أرجع الأبيض، راح يرجع الأصفر اللي دفعته. استعدل الأصفر، أقلب، استعدل الأبيض. حلو، الآن نأتي هنا، هذا أزرق، المفترض هذه القطعة تكون زرقاء موجودة، هذه أجيبها هنا، صار 3 أزرق. أبحث عن قطعة أخرى، لاحظ هنا مو أزرق، اللي على اليمين أزرق، اللي على الشمال أزرق، وهذه اللي في الوسط أبغى أجيبها هنا، أنزل هذه، شوف أين أنا وضعت الأزرق هنا، ما وضعته كذا، إذا نزلت هذه ينقص الأزرق، لا أضعه كذا. الآن هذه أجيبها عند الأزرق، يا سلام، صار عندي أزرق بالكامل، أضعه هكذا ثم أفره. حلو، أزرق على اليمين خلصنا، باقي اللي على الشمال، هذا أزرق وهذا أزرق، لما نحرك هذا ما عليه ما يخترب، صار عندي أزرقين، باقي اللي في الوسط موجود هنا، أفره أجيب الأزرق هذا. هذا إذا جبته راح يخترب اللي هنا، لذلك أجيبه ثم أرجع الأزرق. عندي الأزرق الأخير، يا سلام، خلصنا الأبيض، الأزرق، الأصفر. الآن هنا لازم أحمر، شوف المركز لونه أحمر، أجيب هنا قطعة حمراء وهنا قطعة حمراء، هذه قطعة حمراء وهذه حمراء، أدفعه بيخترب الأزرق، ما عليه، أدفع هذا بيخترب الأزرق الآخر. الآن أأمن عليه هنا، أرجع الأزرق والأزرق الآخر، تمام، سوينا الأحمر، باقي هنا، هنا باقي قطعة واحدة موجودة هنا، أدفعه ثم أأمن عليه هنا، ثم أرجع هذه علشان الأزرق ما يخترب. الآن عندي الأحمرين، أدفعه هنا ثم أأمن عليه في الجهة الشمال علشان أرجع هذا علشان الأزرق ما يخترب. سوينا قطعتين، باقي القطعة اللي على اليمين، هنا أحمر وهذا أحمر، أجيبه ثم أرجع علشان ما يخترب الأزرق. هنا القطعة الحمراء، أدفعها عند هذه، أجيبه هنا ثم أرجع علشان الأزرق يرجع ما يخترب. هذا الأحمر ما ينفع أجيبه كذا، يخترب الأزرق وما أقدر أرجعه، لذلك أضع الأحمر عند الأحمر، أدفع الأحمر ثم أأمن عليه وأرجع الأحمر ويستعدل الأزرق. حلو، خلصنا الأحمر والأزرق، الأصفر والأبيض، باقي البرتقالي والأخضر. هنا نستخدم قانون الإحداثيات أو الشبكة، لاحظ يا عزيزي الكريم، هذا لون أخضر يبقى يصعد هنا، هذا لون برتقالي يبقى يأتي هنا، تبادل اللونين القطعتين هنا. القانون هو التالي، هذه أحركها اللي على جهة الشمال، أضع هذه مع هذه هنا، أحرك اللي على جهة الشمال اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي اليمين، ثم يمين اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي الشمال، ثم شمال عكس اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي اليمين، ثم يمين عكس اتجاهي. يا سلام، تبادلت القطعتان. الآن يا عزيزي الكريم،
عندي هذه مع هذه. ركز الآن مختلف، كنا نلعب باليمين هنا لأن كانت القطعة هنا تأتي هنا، لكن القطعة هذه هنا، فراح نلعب باليمين هذا. نفس القانون، أضع الأخضر هنا، البرتقالي هنا، أستخدم نفس القانون، شمال اتجاهي، شوف القطعة هذه هنا، أمام اتجاه يدي اليمين، ثم يمين اتجاهي هذا اليمين، لأن القطعة صارت هنا وليس هذا، ثم أمام اتجاه يدي الشمال، الآن شمال عكس اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي اليمين، ثم يمين عكس اتجاهي. يا سلام، استوى البرتقالي والأخضر وجميع الأوجه في المكعب. الآن أصدقائي الكرام، ننتقل لتعديل الأضلاع. نمسك أي ضلع وتبدأ به، مثلا عندي أنا هنا أصفر برتقالي، هل أبدأ بهذا؟ ما في مشكلة، لكن وجدت هنا أزرق برتقالي حبتين، باقي آخر مربع، فأبتدي بهذا أفضل. أبحث عن أزرق برتقالي موجود هنا، لازم واحد أمام والآخر خلف، كيف أضع هذا خلف؟ أجيبه هكذا، أجيبه الآن هنا، صار خلف، هذا راح أجيبه هنا علشان يندمج، اندمج لكن اخترب الوجه، أأمن عليه هنا، أجيب واحد معادل مثل هذه، أرجع هذا الأزرق مع الأزرق، واضح؟ لاحظ اللي سويناه، خلصنا أول ضلع. الآن يا عزيزي الكريم، عندي أصفر وأحمر، أبحث عن أصفر وأحمر، هذا أصفر وأحمر، هذا أصفر أحمر، أصفر أحمر، أبغى أجيبه، أجيبه هكذا، أصفر أحمر التأم، الآن اخترب هذا، أضع الأصفر الأحمر هنا، أجيب واحد مو عدل، أرجع هذا علشان أرجع الأحمر، سهلة الفكرة؟ يلا نكمل، عندي أصفر أحمر، أبحث عن أصفر أحمر، القطعة الأخيرة التي هنا، أين هي؟ أصفر أحمر، أبحث عنها، هذه هي أصفر أحمر، موجودة في الأسفل، طيب جبتها، أجيب الأصفر الأحمر، أأمن عليه هنا، أجيب حاجة معادلة، أرجع علشان أرجع البرتقالي، يا سلام، خلصنا الأصفر الأحمر، الأزرق البرتقالي، الآن أزرق أحمر، أبحث عن أزرق أحمر، هذا أزرق أحمر، لكن هذا ما ينفع أجيبه هنا، إذا جبته راح يكون منعكس الألوان، ما ينفع، كيف أقلب اللونين؟ سهل، أجيبه تحت، الآن هذا أفره هنا، هذا أجيبه هنا، يا سلام، عكست الألوان، الآن إذا جاه يجي عدل، أأمن عليه هنا، أجيب حاجة خربانة، أرجع هذا كي أرجع الأصفر، الآن أزرق أحمر باقي آخر قطعة، أبحث عنها، موجودة هنا، هذه لازم تكون هنا بالمقابل، أنزلها هنا، لا ما ينفع، لأنه راح تكون هنا، أنا أبقاها هنا، إذا هذه أجيبها هنا، ثم أجيبها وين؟ هذه هنا، تمام؟ هذه
تأتي هنا، التأمت، أأمن عليه هنا، أجيب حاجة معادلة، هذه عدل، هذه معادلة، وأرجع هذا، تمام؟ الآن عندي أبيض برتقالي، هذا أبيض برتقالي، أجيب هذه هنا، ينفع أجيب هذه هنا وهذه هنا؟ لا، نفس اللون في الأعلى ما ينفع، إذا جبته يكون معكوس. كيف أعكس هذه؟ أجيبها تحت هنا، وهذه أجيبها هنا، أصعد هذه، انعكست. الآن هذا البرتقال الأبيض أجيبه عند البرتقال الأبيض، ثم أأمن عليه هنا، أجيب حاجة معادلة علشان أرجع الأحمر، تمام؟ عندي الآن برتقالي أبيض، باقي القطعة الأخيرة موجودة هنا، أجيبها هكذا، ثم أضعها هنا، أجيب حاجة معادلة وأرجعها كي أرجع البرتقالي. الآن خليني أبحث عن قطعة هنا، أصفر أزرق ثنتين، حلو، باقي الأخيرة، أبحث عن أصفر أزرق، موجودة تحت، أرفعها، هذه تبغى تأتي هنا، التأمت. الآن أجيب حاجة معادلة كي أرجع البرتقالي، أزرق أبيض، هذا أزرق أبيض، كيف هذه أجيبها هنا علشان تلتئم مع هذه؟ أنزلها تحت، هذه أجيبها هنا، أصعد هذه هنا، يا سلام، أزرق أبيض، أزرق أبيض، أجيب هذه أين؟ هنا، أباعده هنا، أجيب حاجة خربانة كي أرجع البرتقالي. هنا عندي أصفر برتقالي، قطعتين، باقي القطعة الأخيرة، أصفر برتقالي، موجودة هنا، شوف، أصفر برتقالي وهذه هنا، هذه أبقاها تأتي هنا علشان أجيبها، أنزلها تحت، وهذه أجيبها هنا، أرفع هذه. يا سلام، أصفر برتقالي، أجيب هذا، التأم، أأمن عليه هنا، الآن أجيب حاجة معادلة علشان أرجع الأصفر، عندي أبيض أخضر، أبحث عن هذا أبيض أخضر، لكن هذه قطعتين، أبدأ بالقطعتين، لأن باقي آخر قطعة، أصفر أخضر، موجودة هنا. كيف هذه أجيبها هنا عشان أجيبها هنا؟ أنزلها تحت، وهذه أجيبها هنا، وهذه أسحبها هكذا، أصفر أخضر راح يأتي هنا، أجيبها هكذا، أأمن عليها هنا، ثم أجيب حاجة معادلة علشان الأصفر أقدر أرجعه، يا سلام. الآن التأم، أحمر أبيض، أبحث عن أحمر أبيض، موجود هنا، أجيب حاجة معادلة، شوف مثل هذه معادلة. الآن الأحمر الأبيض، أدفع هذه هنا، أأمن عليه، وأجيب حاجة معادلة علشان أقدر أرجع الأصفر، يا سلام. نأتي الآن إلى آخر ماذا؟ ضلعين، بقي آخر ضلعين، جميع الأضلاع انتهينا منهم. آخر ضلعين، لكي أقوم بتعديل آخر ضلعين أحتاج إلى ماذا؟ المسكة الصحيحة. هذا أخضر برتقالي، لو جبته هكذا راح يلتئم، طيب هذا يبقى يأتي هنا وهذا يبقى يأتي هنا بالتبادل، كيف؟ ذلك باستخدام القانون التالي،
القطعتين اللي على اليمين. القانون هو التالي: شمال عكس اتجاهي، ثم فوق مرتين، ثم شمال عكس اتجاهي، ثم فوق مرتين، ثم أمام مرتين، ثم شمال عكس اتجاهي. الآن أمام مرتين، ثم يمين هذا وهذا عكس اتجاهي، ثم فوق مرتين، ثم يمين اتجاهي. الآن فوق مرتين، ثم شمال مرتين. يا سلام، شوف القطعتين تبادلتا مع بعضهما البعض. الآن القطعتين اللي هنا نفس القانون: شمال عكس اتجاهي، ثم فوق مرتين، شمال عكس اتجاهي، ثم فوق مرتين، أمام مرتين، ثم شمال عكس اتجاهي، أمام مرتين، ثم يمين عكس اتجاهي. الآن فوق مرتين، ثم يمين اتجاهي، فوق مرتين، ثم شمال مرتين. يا سلام، استعدل المضلعين. في حالة تأتي أنه فقط واحد مو اثنين، واحد معدل فقط. خليني أضبط الحالة. هذه الحالة، لاحظ اللي في الوسط مقلوب، جميع الأضلاع في المكعب عدلة. كيف هذه عدلها؟ ذلك باستخدام القانون التالي: يمين الاثنين مرتين، ثم خلف مرتين، ثم فوق مرتين. الآن شمال الاثنين اتجاهي، الآن فوق مرتين، يمين الاثنين اتجاهي، ثم فوق مرتين، يمين عكس اتجاهي، ثم ماذا؟ فوق مرتين، أمام مرتين، ثم يمين عكس اتجاهي، ثم أمام مرتين. الآن شمال عكس اتجاهي، ثم خلف مرتين، ثم يمين مرتين. يا سلام، انقلبت القطعة باستخدام هذا القانون. الآن نأتي لتعديل هذا المكعب وكأنه المكعب الثلاثي تماما، حولناه من الخماسي إلى الثلاثي. نبدأ بالوجه الأبيض، هذا أبيض أزرق، أبحث عن الأزرق. الأبيض تحت أرفعه في الأعلى. الآن هنا أبيض أخضر، هنا أبيض أحمر، أنزله تحت أصعد الأخضر، الأبيض الأحمر أصعده في الأعلى، هنا أبيض برتقالي أجيبه عند أبيض برتقالي، عندي هنا برتقالي أزرق، برتقالي أزرق أجيبها هنا. أنزل القطعة هذه علشان أجيب المناسبة وأرفعها. برتقالي أخضر هنا، برتقالي أخضر هذه أضعها هنا، أنزل هذه. الآن أجيب هذه وأرفعها في الأعلى. عندي الآن ماذا؟ هذه القطعة معدلة، أجيبها هكذا. هذه أخضر أحمر، أخضر أحمر، أنزل هذه وأجيب القطعة العدلة. عندي هنا آخر قطعة. يا سلام، خلصنا الوجه الأول. أقلب، عندي هنا برتقالي أزرق، هذه تبقى تأتي هنا، أباعدها، أرفع هذه، كأني أحل المكعب الثلاثي تماما.
الآن أخضر أحمر، هذه القطعة تبقى تأتي هنا، أباعدها، أنزل هذه، بقي هذا أحمر أخضر، أحمر أزرق، آخر قطعة هي في مكانها. كيف أقلبها؟ أطلعها ثم أقلبها ثم أدخلها. الآن أنا طلعتها، كانت هنا، جبتها في الأعلى، الآن أدخلها بصورة صحيحة علشان تأتي بالألوان. يا سلام، بقي الطابق الأخير نقطة، أبقى أسوي دال تبع القانون التالي. يا سلام، شوف الدال، أبقى الآن أسوي علامة الزائد. الجميل في الخماسي أنه ما تجي فوق الحالة الشاذة أبدا، لا تأتي. الآن أبقى أسوي ماذا؟ فوق كله أصفر، أمام لأن هنا نقطتان، خلف نقطتان، أضعهما بهذه الطريقة، أمام اتجاه يدي اليمين، ثم ثلاث مرات فوق يمين، فوق يمين، فوق يمين، فوق يمين، فوق يمين، فوق يمين، فوق، ثم أمام اتجاه يدي الشمال. يا سلام، هنا قطعتين أحمر أضعهما في الخلف، ثم أتبع القانون التالي، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين اتجاهي، خلف مرتين، يمين عكس اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي الشمال، ثم يمين اتجاهي، ثم خلف مرتين، ثم يمين مرتين. يا سلام، القطع اللي هنا صار نفس اللون. الآن عندي دوران مع عقارب الساعة، أتبع القانون التالي، كأني أحل المكعب الثلاثي تماما. هذا كل شيء، وتم حل المكعب الخماسي. شكرا لكم على المتابعة أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.